طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله نختتم فعالياتنا في شهر رمضان المبارك لعام الهجرة 1440 هجري بهذا الإفطار المميز الذي نأمل أن يكون يعني أجره وثوابه عند رب العالمين، ونحتسبه من حسناتنا وصالح أعمالنا إن شاء الله رب العالمين. حقيقة يعني جمعية مديد في شهر رمضان المبارك خلال هذا العام استطاعت إنجاز أكثر من 14 إفطار، وهذا الإفطار 14 حقيقة للفئات المستهدفة التي نهتم فيها في جمعية مديد إرشاد الصحة النفسية في محافظة نابلس. كما قدمت جمعية مديد خلال شهر رمضان المبارك ما يزيد عن 1200 سلة غذائية، هذه السلة الغذائية التموينية التي تحتوي على كافة الاحتياجات للأسرة. كما قدمت أكثر من 800 لبسة، وهذه هي اللبسات وهذه هي من ضمن كسوة العيد. كذلك الأمر قدمت ما يزيد عن 30 أو عن اللهم صل محمد، قدمت أكثر مما يزيد عن 120 عائلة من زكاة المال، وهذه زكاة المال التي كانت من ليست من ضمن برامجنا إلا أنها تم استحداث هذا البرنامج لهذا العام، وتم تقديم 200 شيكل لكل أسرة من ضمن الأسر المستهدفة خلال في جمعية مدينة شرق الأقصى. يعني هاي أعمال خيرية على التواصل مع الشعب الفلسطيني في كل الفعاليات الرمضانية كجزء من استحقاق مساعدة الأسر الفلسطينية في ظل الأوضاع وظروف الاقتصادية الصعبة. إحنا أنشطة تتنوع ما بين إفطارات رمضانية وكسوة عيد وسلال غذائية وتوزيع نقدي، بالإضافة إلى برامج تتعلق بكفالات الأيتام. نحن نتحدث عن $1,000,000 قدمتها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في كل المحافظات الفلسطينية، تنوعت ببرامج مختلفة تقريبا هي تقليدية ولكن تركزت في قطاع غزة وفي القدس ضمن برامج عينية ونقدية حتى تساعد الأسر الفلسطينية للتغلب على أوضاع الاقتصادية في ظل حساسية شهر رمضان الذي يأتي في ظل انقطاع جزئي للرواتب.